صباح الخير، أنا أميرة حربي، عندي 22 سنة من المنيا. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عام الإعاقة. كنت موقفة تعليمي، لكن بعد ما شفت النسخة الأولى القادرون باختلاف وإيمان حضرتك بينا ودعمك لينا، أنا رجعت لدراستي وقررت إني مش هستسلم، وحالياً أنا في كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة. وبسعى إني أبقى سفيرة أو وزيرة في يوم من الأيام. وأنا فخورة جداً جداً إني واقفة قدام حضرتك يا فخامة الرئيس وقدام الحضور الكريم، وفخورة إني جزء من النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف اللي فعلاً غيرت تاريخ الإعاقة في مصر بدعم حضرتك. ودلوقتي اسمحوا لي نبدأ احتفاليتنا بآيات من القرآن الكريم.